ما أبرز ما جاء في الصحف لليوم؟ نبدأ من منشات الجمهورية: لم يستفق لبنان بعد من هول المشهد الذي كاد أن ينزلق على كوع الكحالي إلى فتنة أصبحت تتنقل من منطقة إلى أخرى ويكمنها غياب القرار تحت الرماد. وقد وصفه مصدر سياسي رفيع بأنه تفصيل ضمن مشهدية أبعد، قائلا للجمهورية: سنطوي سريعا صفحة كوع الكحالي كما طوي ما قبلها، لأن لا قرار بإشعال فتنة، إنما توظيف واستثمار لأحداث بعضها مقصود وبعضها مصادفة، بغض النظر عن الضغوط الخارجية التي تمارس على القوى السياسية لحظها على انتخاب رئيس للجمهورية. وعما إذا كان قائد الجيش هو الذي تأثر بهذا الحادث سلبا أو إيجابا؟ قال المصدر: لا مقياس لفرص نجاحه على هذا الأمر، لأن المعركة الرئاسية لا تصرف على كوع وباتت أبعد بكثير، لا طلعة ولا نزلة في بورصة قائد الجيش. وإذا أصر البعض على الاحتساب فيمكن أن تكون نقص نقاط عند القوى المسيحية التي كانت تدعم ترشيحه والذين طمحوا لأن يقف الجيش في وجه الحزب، لكن هذا الأمر يتبدل مع الأيام. مشاهدينا، من الجمهورية إلى نداء الوطن. قرأت مصادر سياسية واسعة الاطلاع لنداء الوطن ما جرى الأربعاء وقالت: إن حادث الكحالي ما كان ليقع لو لم تمر شاحنة حزب الله المحملة بالذخائر. وعلى الرغم من مأساوية الحادث، فإن ردة فعل الناس العفوية أظهرت أنهم غير خاضعين ولا مستسلمين، ويقولون لا للفريق الممانع ويرفضون الأمر الواقع. كما وقف الناس في مواجهة الجيش الذي يعتبرونه حاميا لهم عندما بدا أنه يحمي المسلحين والشاحنة. وأضافت: إن ما حصل يدل في السياسة على أن الحزب غير قادر على أن يفرض مرشحه ويأتي برئيس للجمهورية، كما يدل أن الحزب غير قادر أيضا على أن يأخذ القوى السياسية إلى حوار وأن ينال دعم الموقف الخارجي الذي انتقل من مؤيد له مع المبادرة الفرنسية إلى موقف متشدد ضده في اللجنة الخماسية. هذا يعني أن الأمور دوليا مقفلة بوجه الحزب كما هي مقفلة في وجهه شعبيا، وتتزايد النقمة عليه كما تتزايد على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الذي يعاود الجلوس مع الحزب سعيا وراء مقايدة قائمة على تغطية السلاح مقابل السلطة والنفوذ. كما وكتبت لوسي بارسخيان عن حادثة الكحالة: إذا افترضنا أن هذه الشاحنة انتقلت من أقرب معاقل الحزب في النبي شيت مثلا، فهذا يعني أنها كانت تنتقل كقنبلة موقوتة وسط المواطنين مرورا بسرعين وتمنين ورياء وأبلح والفرزل لأوتوستراد زحلة، سعد نايل، تعلبية، شتورة، المكتظة بالمارة والشاحنات، جديدة، المريجات، مرورا بحاجز ظهر البيدر إلى صوفر، بحمدون، علي، ومن ثم الكحالي حيث أوقعها القدر في مصيدته. إلا أن السؤال الذي بقي يتردد طيلة اليوم التالي على ألسنة من يعبرون هذه الطرقات يوميا: هل كانت هذه المرة الأولى أو الوحيدة التي ينقل فيها السلاح ينقل فيها السلاح بهذا الشكل؟ لم يتوقع أحد أن يكون العبث بسلامة الناس إلى حد استسهال نقل السلاح في وضح النهار مع أرتال السيارات التي تجاوره. إلى المدن، منشات المدن تحديدا مع منير الربيع: حزب الله بلا غطاء مسيحي جدي وامتحان لقائد الجيش. كشفت حادثة الكحالي أن الحزب مكشوف مسيحيا، وهذا يتضح بردة فعل كل القوى السياسية المسيحية، ما سيتسبب بإحراج للتيار الوطني الحر الذي كان يسعى إلى إعادة إبرام اتفاق مع الحزب. قد يكون ما جرى جزء من استهداف هذا التقارب المتجدد، فبلا شك أن الاشتباك سيؤدي إلى تعثر هذا المسار في ظل تنامي جو مسيحي عارم مناهض للحزب. من جهة ثانية، يمكن القول أن الجيش أخذ القصة بصدره، فلولا بيان الجيش الذي عمل على الموازنة بين الطرفين ولجم التصعيد لما كان وقف أي طرف إلى جانب الحزب. وقف الجيش اللبناني في الوسط على الرغم من الاتهامات التي وجهت إليه بأنه حمى الشاحنة والشحنة ولبى مصلحة حزب الله، وهو ما دفع ببعض النواب والسياسيين إلى اعتبار أن الجيش اتخذ هذه الخطوة على خلفية أن خلفية ارتداداتها ستصب في صالح قائده. وأخيرا، من شأن هذه الحادثة أن تزيد حاجة حزب الله إلى إعادة تشكيل تحالفاته سواء على الساحة المسيحية أو الساحات الأخرى من دون إخفال احتمالات متعددة لتكرار مثل هذه الأحداث في مناطق
مناطق مختلفة، فهي إما تؤدي في النهاية إلى تسوية وتدفع الحزب لتقديم التنازل، أو أن الحالة ستكون طويلة ما لم تتدخل جهات خارجية لإيجاد حل، وذلك يعني أن المشاكل مرشحة للتصعيد. نختم الصحف مع النهار وتحديدا مع وجدي العريضي، ماذا كتب لليوم الجمعة؟ هل بدأت التحمية لمعركة الرئاسة الفعلية؟ تشير مصادر سياسية عليمة إلى أن ما يجري من أحداث وتطورات أمنية وبأشكال مختلفة ومتنوعة لا يعني أن هناك قرارا دوليا بإشعال الحرب في لبنان. السؤال المطروح، هل ما حصل من أحداث أمنية متتالية هو محض صدفة؟ أما الأهداف الكامنة خلف هذه التطورات تشي بجري اللبنانيين إلى الحوار على السخن بعدما لم تنفع كل المحاولات على البيرد أو بالدبلوماسية؟ يستدل وفق المتابعين وأصحاب الخبرة السياسية والباع الطويل في هذا المجال أن كوع الكحالة غير مسار المعركة الرئاسية، لذا لوحظت بعض الحملات التي استهدفت الجيش اللبناني غميزة من قناة قائده العماد جوزيف عون، ما يشير إلى أن حرق الأسماء وتصفية الحسابات الرئاسية والسياسية تطل برأسها عبر ما حدث من عين الحلوة، وإن كان لها أبعاد إقليمية وصولا إلى عين إبل ومن ثم كوع الكحالة. تتابع لافتة إلى أن عودة المفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت قد تكون بعد صولات وجولات وصراعات ونزاعات، ما يستوجب حينها عقد حوار عاجل على غرار الدوحة، وعندها ينتخب الرئيس نظرا لدقة الوضع وخطورته. هذا السيناريو الذي أشارت إليه النهار منذ أسابيع متوقعة خطا بيانيا من الأحداث المتنقلة بات واقعا ملموسا. إن الأجواء تشير إلى انطلاق العد العكسي للحوار المزمع انعقاده في قصر الصنوبر برعاية لودريان، وإذا تفاعلت التطورات الأمنية واستوجبت الظروف أن تكون هناك طاولة حوار في الخارج، فهذا أمر أيضا يؤخذ في الحسبان، وبمعنى أوضح وعلى طريقة اشتد أزمة تنفرجي، فإن الأرجحية هي لشد المكونات السياسية إلى الحوار مكره أخاك لا بطل، أي الماضي يعود، انفجارات واشتباكات وفتن فحوار وانتخاب رئيس ومن ثم تشكيل حكومة. مشاهدينا، نبقى ضمن جو حادثة الكحالة التي تحولت إلى مركز استقطاب وطني واسع النطاق. هل فعلا انزلق لبنان إلى دائرة التوتر الإقليمي، وكيف ستؤثر حادثة الكحالة على الملف الرئاسي؟ نتابع طبعا هذه المواضيع مع ضيفي لليوم الصحفي والكاتب إبراهيم ريحان. صباح الخير. صباح النور إبراهيم. بالبداية منحس هناك شيء مريب بالبلد، يعني شحن سياسي، حوادث متنقلة، احتقان شعبي. الذي حصل في الكحالة كان حادث طبيعي وليس مدبر. بعد ساعات من هيدا الحادث شفنا أيضا توتر بمناطق أخرى، شيح، عين الرمانة. يعني هيدا المشهد كان حادث، كيف لو كان مدبر شو اللي كان صار؟ كيف بالبداية تقرأ هذا المشهد على الصعيد الأمني في المستقبل القريب للبنان؟ هلا اللي عم يحصل من عين الحلوة مرورا بعين إبل والكحالة والتوتر اللي رافق بعض المناطق مثل ما ذكرنا بالشيح عين الرماني بدل أن الوضع الأمني بالبلد صار مكشوف وهش جدا. يعني نحن عم نحكي حادثة الكحالة من حادثة مدبرة، يعني يستبعد أن يكون هناك تدبير لانزلاق شاحنة ومن ثم اشتباك مسلح يؤدي إلى سقوط ضحايا. اللي صار بالكحالة يبين مدى الاحتقان الموجود بالشارع والانقسام العمودي السياسي والطائفي حتى بالبلد. كنا عم نشوف مشاهد لا تبشر بالخير، ومشاهد بتقول أنه البلد يحتاج إلى حادث أو الخوف من أن يكون هناك من يريد أن يلعب على وتر الأحداث الأمنية أو يلعب بالأمن بالبلد. طالما نحن عم نشوف هذه الأحداث، نحن ما بنحكي عن الأحداث الصغيرة المنفصلة اللي صارت، عم نحكي عن الأحداث العناوين العريضة بيناتهم. صار في كتير محلات تفلت أمني مثل إلقاء قنبلة مولوتوف على السفارة السويدية، صار في حوادث فردية أخرى، صار عنا إطلاق نار وسقوط ضحايا. يعني إحنا عم نشوفه هون في البلد اليوم هو بغياب شهور الرئاسي والتوتر الحاصل بالداخل يرافق مع التشنج الإقليمي، كل هذا بيخلي أرضية البلد أو بيخلي البلد أرضية قابلة للاشتعال في أي لحظة في حال قرر أي طرف اللعب على الوتر الأمني. إبراهيم، تعرض الجيش للعديد من الانتقادات رغم أنه أنقذ الموقف بحكمة ومسؤولية خلال تواجده في الكحالة. هل برأيك لهذه الحادثة تأثير على الملف الرئاسي وتحديدا على اسم قائد الجيش؟
تصرف الجيش كان هو بمنتهى الحكمة، يعني للأسف كان في دعوات عم تطالب الجيش أنه يكون حازم على الطرف أو هالطرف بيتناسوا. لبنان فيه بلد توازنات وبلد شديد الحساسية، ف حكمة ما كان عم بيصطدم بالشاحنة وحملتها، وبنفس الوقت ما عم بيصطدم بشكل عنيف مع الناس اللي كانوا متجمعين ومحتجين بالكحالة. يعني شفنا احنا بقية الوقفة من الساعة، الطريق مقطوع من الساعة 7 مساء لحدود الساعة 3 4 وش الصبح، والجيش كان ما عم بيبادر لاستعمال العنف. يعني كان في توازن بالتعاطي بين الطرفين. هيدي الطريقة خلت الجيش يبعد البلد عن مشكل أكبر من اللي كان ممكن يصير. أما ما يتعلق بستبعد أن يكون الجيش استعمل هذا الملف للحظوظ الرئاسية لقائد الجيش، لأنه حتى الساعة المرشح بعده الأقوى هو مرشح الثنائي الشيعي، طالما الثنائي الشيعي لم يتنازل عن ترشيح سليمان الفرنجية. هذا ما بيعني بنفس الوقت كمان أن حظوظ قائد الجيش هي معدومة، لا، حظوظ قائد الجيش موجودة، بس اليوم مع تمسك الثنائي الشيعي بسليمان الفرنجية يبقى وخصوصا مع الحوار اللي عم بصير بين التيار الوطني الحر والحزب يلي بتقديري لم يتأثر بموضوع الكحالة، الحوار لا يزال جاريا، والمطلوب خلال ال 24 أو 48 ساعة المقبل يكون في اجتماع آخر بين قيادة الحزب والتيار لمناقشة الحوار الرئاسي اللي كان عم بصير. فهذا كله ما بيأثر على حظوظ قائد الجيش، وإن بده يستغل بعض الناس أو بعض الجهات السياسية قد تستغل ما حدث بالكحالة، أكان من ناحية أنه الجيش بين أوسين لم يكن محازما مع موضوع الشاحنة أو العكس للتصويب على قائد الجيش. بس حتى الساعة يعني مسألة الحظوظ الرئاسية، المرشح الموجود هو سليمان فرنجي مرشح الثنائي الشيعي، كمان المعارضة لا تزال تتقاطع بين أوسين على جهاد أزعور ولم تسحب اسم جهاد أزعور، يعني بعدنا بالمربع الموجود نحن بالملف الرئاسي بالمربع الحالي. وزائد أنه في انتظار لعودة لودنيان بشهر أيلول، وعشان هيك الحزب والتيار عم بيحاول الحزب يدفع الحوار قدما مع التيار سباقا لعودة لودنيان بشهر أيلول، عسى أن يكون أبرم صفقة سياسية تتعلق باللامركزية الإدارية أو اللامركزية الموسعة والصندوق السيادي مقابل انتخاب سليمان الفرنجي. إبراهيم، أنت تتابع الملفات الدولية والإقليمية، حكيت عن أيضا زيارة لودنيان المرتقبة، تم افتتاح السفارة السعودية في طهران، مفروض يكون أيضا الملف اللبناني يطرح بين الرياض وطهران. ما انعكاس كل هذا الذي يحصل إقليميا ودوليا على الساحة اللبنانية؟ ألم بما يتعلق بملف العلاقة السعودية الإيرانية، الافتتاح السفارة هو أوريدي موجود من نهار الأحد أو السبت الماضي. النقطة الأهم هي أن السعودية أرجعت إرسال السفير إلى طهران إلى حين دفع الملف قدما، لأنه متعثر الملف العلاقات السعودية الإيرانية بعد أن إيران لم تلتزم بكثير من البنود السرية للاتفاق، خصوصا ما يتعلق بمسألة حل ملف اليمن بالدرجة الأولى. يعني بعد لبنان متأخر جدا ليكون على قيد البحث. البحث اليوم بين السعودية وإيران كان على عودة العلاقات الدبلوماسية وترسيخ التهدئة وإطلاق العملية السياسية باليمن. ملف عودة العلاقات الدبلوماسية صار شبه مكتمل، إلا أن المملكة أرجعت إرسال السفير إلى إيران، يعني لا يزال هذه النقطة غير مكتملة. وفي ملف اليمن، طالما ملف اليمن لم يشهد أي تقدم، بعد بكير لنقول أنه حيكون في حوار سعودي إيراني يتناول الملف اللبناني. يعني ما نراه نحن امبارح، شفنا رجعت شوي الحملات الإعلامية المتبادلة، خصوصا ما يتعلق بملف حزب الله والمملكة العربية السعودية. عم نشوف وسائل الإعلام تابعة للحزب أعادت بعض الشيء التصويب على المملكة بعد ما صار في غياب لهذا الخطاب من وقت توقيع الاتفاق السعودي الإيراني. وكمان عم نشوف العكس، يعني هذه كلها بوادر بتأشر أن لبنان لا يزال من المبكر الحديث عن حل سعودي إيراني الملف اللبناني. بس بنفس الوقت كمان بدنا ننتبه أنه المسار السوري السعودي كمان متوقف أو متعثر حتى الساعة بسبب خلافات على نقاط عديدة تتعلق بالحل السياسي للأزمة السورية وكشف مصير المعتقلين. وعلى الأساس أرجعت المملكة إعادة افتتاح السفارة بدمشق. يعني هذه كل الأجواء الإقليمية هي كلها مرتبطة بلبنان وبتأثر بشكل أو بآخر على مجريات الأمور بالساحة السياسية بلبنان. أنا بدأت شكرك الكاتب والصحفي إبراهيم ريحان، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا رح نتوقف مع فاصل ونرجع على الحدث والزميل رامز القاضي.